سنة بتفوت والتانية بتيجي وعشنا كتير ولسه غرقانين في كرة القدم وسحرانة بتفاصيلها، لكن رغم كل السنين دي لسه السؤال بيدور على إجابة، يا ترى المدرب المصري ولا الأجنبي؟ كابتن حلواني نفسي أبقى مدرب. أيوة بس الموضة دلوقتي لازم مدربين يكونوا أجانب. الله، طب أنا مش من هنا. ما أنت منين؟ أنا من كفر الشيشة مركز زفتة. كفر شيش ده تبقى أجنبي. في السينما والدراما الموضوع مش مختلف كتير، كل فرق الدوري بين كل ماتش والتاني بتبقى محتارة في إجابة السؤال. مفيش فرق بين فريق بينافس على الدوري وفريق بيصارع من أجل البقاء، والشهر والتاني تتوه كل المعاني ويفضل لسان حال الجميع جملة الناظر صلاح الدين. في البداية بيجي المدرب لابس ومتشيك ويرمي كم جملة من نوعية ضحيت هنايا فداء وهعيش على ذكرى، ويتعهد بتحقيق آمال الجماهير العريضة في الفوز بكل البطولات. 10,000 جنيه ليا أنا لوحدي طبعا. ليه وانت معاك حد تاني ولا ايه؟ مساعد مدرب، أخصائي طاقة بدنية، أجارجي وترجمان. ترجمان؟ الله، مش بتقولي أفارقة؟ يبقى أنا بالنسبة لهم مدرب أجنبي. الخطوة التانية بتبقى لستة الطلبات، بيؤكد للإدارة إنها السبيل الوحيد لإيقاف سلسلة الهزائم وطرد النحس والعكوسات وعودة البطولات للنادي العريق. على فكرة هو قال لي على كل طلباته، والحقيقة منصور بيه أنا شايف إنها طلبات ريزنابل، معقولة جدا. خير يا حلوان، إيه هي؟ مستر جليل يطالب $2,000 في الشهر كمرتب، غير فيلا بجنينة وعربية، ومكافأة في حالة الفوز والتعادل. وبعد الشوق ما يتجدد، وبعد الغيم ما يتبدد، وبعد الطلبات ما تتحقق، ماتش والتاني وترجع ريما لعادتها القديمة. أما مولانا العاشق المتعهد بالأمجاد، فبعد ما يطمن على مرتبه وشرطه الجزائي تلاقيه بيردد المقولة الخالدة للوسط عمارة بتاع درب شكمبة. سعيدة يا ابو بدلة جديدة، سعيدة يا ابو بدلة جديدة، سعيدة يا ابو بدلة جديدة. في الوسط في تفاصيل كتير موجودة، ورغم انها باينة للكل واضحة وضوح الشمس، تحس انها بتغيب بشكل غريب عن ادارات معظم الاندية، وفي الاخر كل واحد بيحاول بس يتبرأ من الاختيار. انا يا بنتي، لعبة الكراسي الموسيقية تفضل جاية رايحة بين مجموعة من المدربين اللي ما تعرفش جملي ولا مشيوا ليه، ولكن في فعلا فلسفة في الاختيار ولا لا؟ انا لخبطت يعني؟ طبعا. ابو رجيلة فين دلوقتي؟ مش عارف.